يا 100 مليون مبروك يا جماعه، يا 100 مليون مبروك والله، الحمد لله رب العالمين عدت على خير. كانت مباراه صعبه، كانت مباراه صعبه جدا، اصعب مما توقعنا، وكل ده بيفسره لك المشهد بتاع رامي بن 70 في الدقيقه 73، لما رامي بن 70 يصرخ كده لنفسه علشان خاطر يفوق نفسه. عرفت قد ايه لعيبه منتخب الجزائر عندهم مشاعر متضاربه كبيره جدا جوه الملعب، برغم ان المباراه مش محتاجه كل الفيلم الهندي ده، ولا نفسي افهم ليه منتخب الجزائر كان عليه كل الشحن والضغط النفسي الرهيب جدا ده، مع انه لو تعادل هيخلص. يعني نفسي افهم بصراحة يعني منتخب الجزائر كان ليه كل الضغط والشحن ده عليه. طب لو حبينا نتكلم على الشوط الثاني تكتيكيا، الشوط الثاني تكتيكيا برضه سيد جمال بالماضي قرر ان هو يكمل بجمال بالعملي، وقرر ان هو محتاج يدي رامي الزروكي، ومحتاج ان هو يمسك كوره، وفي اول حاجه راح عاملها مفكر في سفيان فغولي، ان سفيان هو اللي هينزل يمسك له كوره. سفيان فغولي نزل، سفيان فغولي كان موفق جدا في لقطه الهدف الثاني، الهدف الثاني ليوسف البلايلي عملها له جميله جدا. وبعدها اكتر حاجه استغربت منها حصلت في الملعب، وهي تغيير يوسف البلايلي. ازاي وليه؟ طب بغداد ماشي طبيعي انك تخلع بغداد او اسلام سليماني لو حاولت تنزل لعيب زي فغولي، انما بلايلي مستواه دلوقتي وهو اعلى لاعب في الملعب النهارده تقرر انت تغيره وتنزل سعيد بالرحمه؟ ده واضح ان كمان التوتر واصل لحد جمال بالماضي. يعني التوتر جمال بالماضي واللعيبه متوتره، فلعيبه الجزائر مش مركزين جوه الملعب، فلعيبه الجزائر بيتلعب عليهم لعبه واحده بس اللي هي ناحيه الشمال ورا رامي بن 70، كل شويه كور طويله كور طويله هناك، لحد ما جمال بالعمري بيعمل ضربه جزاء، وضربه جزاء سخنت الملعب كله. خلاص كل دلوقتي بقى واقف، كل دلوقتي بقى مركز، الدنيا هتروح فين والدنيا هتيجي منين عشان خاطر تلاقي يوسف والراجل الباك اللي سجل الهدف الاول سجل الهدف الثاني. وخلاص يا جماعه اللي هو في خمس دقائق نار، ليه يا جماعه نار ليه؟ لو تعادلتوا هتصعدوا عادي، يعني التعادل يصعد منتخب الجزائر. عشان خاطر يجي اسماعيل بن ناصر برضه من كتر التوتر الزياده اللي في الملعب، اسماعيل بن ناصر ما بيقدرش يكمل وبينزل مكانه عبد القادر بدران. وقتها بطمن، لان انا بحس ان خلاص جمال بالماضي عايز يكسب النهارده باي نتيجه، ودي حاجه بالنسبه لي خلاص منتخب الجزائر مش هيكمل فتحته للملعب، مش هيكمل الجيم الهجومي اللي هو عامله من غير اي داعي ومن غير اي لازمه ده، عشان خاطر خلاص منتخب الجزائر قرر ان هو يطلع بنتيجه تصعبه. يا جماعه مطلوب منك انك تتعادل او تكسب عشان خاطر تصعد، اعمل اي نتيجه تصعد. منتخب الجزائر مش مطلوب منه ان هو يكسب كل مباراه، منتخب الجزائر ما ينفعش كل الضغط الجماهيري اللي على المنتخب ده. يا جماعه سيبوا المنتخب الجزائري يلعب كل مباراه بنتيجه، وسيبوا المنتخب الجزائري كل مباراه يبقى مباراه كره قدم. الشحن الجماهيري الغير طبيعي ده نتائجه اغلب الوقت بتكون سلبيه. الحمد لله المنتخب الجزائري عدى على خير، ومنتخب الجزائري قدر ان هو يصعد للمرحله القادمه في تصفيات كاس العالم، والحمد لله عدت على خير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك.